رحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقد تمت اليوم على مستوى المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية عين تموشنت انتخاب أعضاء المكتب الولائي المنبثقين من المجلس الولائي للحزب، والحمد لله تمت بظروف جد عادية وطبيعية وديمقراطية، حيث تم التصويت على الاقتراح السري في الصندوق، وإن شاء الله نتمناو لأن الحزب تاعنا شفاف وديمقراطي، ونتمناو باش التركيبة تاع أعضاء المكتب الولائي اللي انتخبت عليهم القاعدة تكون عندها دور فعال في خدمة الحزب على المستوى المحلي. والحضور تاع الحضور النسوي كان قوي، حضور الشباب كل الفئات متمثلة وكل الدوائر حتى التمثيل الجغرافي. شكرا. مريم بزوار مريم مريم فراح فراح انا ثم فراح روح سعود محمد. ولا عقار الهيكرة.